أهلا بكم من جديد في سؤال الساعة. قمة عربية جديدة، ما الجديد؟ العاصمة الأردنية عمان تحتضن يوم الأربعاء القادم 29 من مارس الجاري أشغال القمة العربية في دورتها 28. وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال استقباله للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على أهمية التنسيق وتوحيد مواقف الدول العربية لمواجهة التحديات التي تعصف بالمنطقة، مشددا على حرص الأردن على دعم كل جهد يصب في تطوير ومأسسة العمل العربي المشترك. فيما أعرب أبو الغيط عن أمله في أن يكون هناك حضور غير مسبوق في القمة المقبلة وأن يصدر عنها إعلان هام له تأثير ونظرة مستقبلية، مؤكدا أن القمة تنعقد في خضم المأساة التي تتعرض لها الكثير من الأوطان والدول، وبالتالي سوف تحتاج للكثير من الجهد المبذول، وهي فرصة جيدة للغاية للقاءات ثنائية وثلاثية للم الشمل ولتسوية أي مفاهيم خاطئة، وهنا بالتالي أمل في أن تكون قمة ناجحة وأن ينتهي مساء 29 من مارس وهناك إحساس بالرضا لما سوف يتحقق. وإذن فإن سؤال هذه الحلقة يتمحور حول القمة العربية التي تطرح عليها أسئلة جديدة قديمة وسط ظروف بالغة الحساسية يمر بها العالم العربي وواقع مؤلم يفرض نفسه على الجميع. فما الذي ستحمله هذه القمة؟ وما هو التوجه الذي سيأخذه العمل العربي المشترك الذي هو في حاجة إلى وقفة مراجعة حقيقية؟ والإحاطة بمختلف جوانبه نستضيف أحمد نور الدين الباحث المختص في الشؤون المغاربية والعربية. مرحبا أستاذ نور الدين. أستاذ رويدة مروى الإعلامية والناشطة اللبنانية ومديرة المركز الدولي للتنمية والتدريب وحل النزاعات. مرحبا أستاذ رويدة. والأستاذ مساوي العجلاوي الخبير في الشؤون الاستراتيجية العربية والأفريقية والأستاذ الباحث بمعهد الدراسات الأفريقية بالرباط. مرحبا أستاذ المساوي. أهلا وسهلا سيدي إبراهيم. إذا تحديات وأمان في انتظار قمة عمان التي تنعقد، العالم العربي يمر بمرحلة عصيبة أستاذ المساوي حيث تتكرس الانقسامات والخلافات والمآسي التي تمس المواطن العربي في صميمه، فهل ستكون قمة للصحوة ولتجديد العمل العربي المشترك؟ يجب دائما أن نبقى متفائلين مهما طبعا كان الوضع. بالفعل الناس المواطنون في العالم العربي ينظرون إلى هذه القمة ربما بتفاؤل على أساس تحديات المرهونة، لكن هذا لا يمكن أن نخبئ بأن العالم العربي يعيش أزمات متعاقبة هيكلية، أزمات مرتبطة بما كان يسمى بالربيع العربي الذي أصبح كارثة، بل أصبحت كارثة الفصول الأربعة. سي إبراهيم، الآن العالم العربي انطلاقا من تقرير الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لسنة 2015 الذي صدر في نوفمبر الماضي والذي يغطي 2014، يقول بأنه في هذه السنة أن 68% من الذين هم المهجرون أو لاجئون في العالم هم من مواطني الدول العربية، 47% هم من مواطني المهجرين داخل أوطانهم هم من مواطني الدول العربية، كذلك 68% من المتورطين في ما يسمى بجرائم الإرهاب هم من مواطني الدول العربية. في 2002 كانت فقط 5 دول غارقة في حروب، الآن في 2014 14 دول، وينتظر لأنه في أفق 2020 3 من 4 مواطنين سيجدون أنفسهم متورطون في نزاعات أو في حروب. إذا الوضع هو وضع سيء، هناك ما كان يسمى بالعالم العربي قلب 2011 انتهى، لم يعد العالم العربي كما كان. الآن نحن نحو تكوين خارطة جديدة، خارطة للعالم العربي، حيث أن المواطن العربي لا يقرر، حتى الحكومات لا تقرر، بالخصوص في الشرق الأوسط. أنت تعرف جيدا على أساس أنه الآن أصبح هناك فاعلون إقليميون هم إيران وتركيا، أصبح هناك فاعلون دوليون بالخصوص روسيا التي تقرر
متى تقف الحرب مثلا في سوريا ومتى تنتهي ومتى تبدا. فاذا الاشكال الكبير الان ما هو سبب فقدان العرب لقرارهم؟ لان هناك نوع من عدم استرداد هذا القرار. يجب استرداد قرار، كيف نسترد القرار؟ هذا هو السؤال الذي يجب ان تطرحه القمه المقبله. هذا لا يمكن ان يمر الا عبر الاستقرار السياسي، الاستقرار السياسي بالمعادلات الجديده. انت تعرف انه قبل 2011 كان العالم ينظر إلى العالم العربي وكانت الأنظمة تقدم نفسها على أن العالم العربي هو شعب واحد، لون واحد، صوت واحد. بعدما وقع في 2011 أصبحنا نجد أن هناك تمذهبات، هناك الشيعة والسنة، هناك مسيحيون، وهناك مسلمون داخل المسلمون، هناك مذاهب متعددة، هناك إثنيات متعددة. الآن انفجرت المؤسسات التي كانت قائمة. كيف نبرز هذا الاختلاف؟ كيف ندبر هذا الاختلاف؟ كيف نسترجع الاستقرار السياسي؟ هذا هو السؤال المطروح على الجميع. تماما أستاذ رويدة، الأمور صعبة، معقدة، متشابكة الخيوط، مليئة بالعقد والشوك والألغام. هذه الصورة الآن في العالم العربي. أنا اسمحوا لي، يعني دائما عندما نتحدث عن القرار العربي الموحد نتحدث عنه كما لو أنه من الطبيعي أن تتفق الدول العربية على كل القضايا المصرية التي تهم الدول العربية أو تهم علاقة العرب بالعالم. أنا شخصيا لا أتفق مع وجهة النظر هذه، لأنه برأيي الشخصي أن هناك دول عربية كثيرة اليوم وأولها المغرب هي سيدة قرارها في شؤونها الداخلية وفي علاقتها بالخارج، وحتى هي لديها مواقف جدية وجريئة فيما يخص مثلا القضية الفلسطينية، أيضا التحالف العربي عاصفة الحزم في اليمن أيضا كان هو موقف جدي جمع عدة دول عربية. أعتقد أنه حتى عندما تتحد عدة دول عربية حول موقف جدي وصارم من أجل عربية هو أيضا قرار عربي جريء وموحد، ولكن أن تجتمع كل الدول العربية 22 دولة اليوم على قرار واحد صعب. لماذا؟ لأن أولويات كل نظام عربي مختلف، طبيعة المجتمعات العربية مختلفة، قد تجمعنا أحيانا الهوية العربية الأمازيغية، العرق الكردي موجود أيضا في المنطقة العربية، ولكن هذا لا يعني أن نتفق دائما على كل المواقف، ولكن على الأقل أعتبر أن هناك دول عربية كثيرة، الخليج، المغرب، تونس، مصر، في كثير من الأحيان كان لديها الجرأة بأن تعبر بصراحة عن مواقف واضحة وليست رمادية من قضايا مصرية عربية، قضايا التطرف، الإرهاب، ملف اليمن، الصومال، السودان. وهنا أعتبر أن العرب يعني في هذا الزمن لم يعد الجميع يعني يختبئ وراء مواقف رمادية أو ضبابية أو أنه فقط يقول حتى يتفق الجميع عندها سأصرح أنا كنظام عن موقفي من هذه القضية. بالعكس، أنا أرى أنه أي موقف عربي جريء لدولة أو لمجموعة دول هو يعبر عن قوة صاعدة في العالم العربي. لذلك نحن نتحدث عن نظام عربي جديد للخروج من النظام العربي الذي ساد حتى الآن في ظل الجامعة العربية وغيرها. نعم، ولكن بطبيعة الحال عندما نتحدث عن 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 واقع عربي اليوم نتحدث عن علاقة الدول العربية بالعواصم القرار في العالم. اليوم النظام الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية، الرئيس الجديد ترامب، تعيين أمين عام جديد للأمم المتحدة، لا نزال نعرف ما هي شخصيته وموقفه الشخصية وأسلوبه في إدارة الأزمات العربية وأيضا مبعوثيه إلى مختلف النزاعات في العالم العربي. كلها هي يعني اليوم يمكن أن نقول أنه في العام 2017 وحتى الخمس سنوات القادمة سنرى أيضا دول عربية وشكل حكم عربي يختلف يوما بعد يوم. تماما، إذا الواقع عربي راهن في أسوأ حالاته، شيء طبيعي لما نراه اليوم نماذج متعددة ويبدو الأمر يحتاج إلى معجزة، لكن هناك محاولة جهد وتعب لكي نوقف هذا التدهور. وما يجري اليوم في العالم العربي يمكن أن نقول بأنه حالة من فقدان التوازن الاستراتيجي غير مسبوقة منذ نهاية القرن التاسع عشر، الذي كان نهاية القرن التاسع عشر الذي كان عشية دخول الاستعمار البريطاني الفرنسي الإيطالي إلى المنطقة العربية. الحالة التي يعيشها العالم العربي عمليا، عندنا 22 دولة، عمليا 11 دولة توجد في حالة انهيار، إما انهيار أنظمة، أربعة أنظمة خلال شهر انهارت بسبب الربيع العربي، والنظام الخامس يعاني 6 سنوات من الاقتتال الذي تحول إلى حرب أهلية تغذيها أطراف إقليمية، وسنتين من الاقتتال في اليمن الآن، وسنتين من الاقتتال في اليمن
اليمن تحولت إلى حرب حتى هي شبه إقليمية، فيها الجانب الإيراني والتغول الإيراني في المنطقة الذي يهدد المنطقة بحرب من نوع آخر، حرب قد تستمر لأربعة عقود، خمسة أو أكثر من ذلك، وهي الحرب الطائفية الدينية، لأن الحروب حينما تختلط فيها الإيديولوجيا بما هو ديني فإنها تتحول إلى نار لا يمكن إطفاؤها قبل أربعة عقود أو خمسة عقود. ثم لدينا يعني انهيار الاقتصادي والاختناق السياسي في العديد من الأنظمة، النظام الجزائري منذ الانقلاب على صناديق الاقتراع سنة 92 يعيش أزمة إلى اليوم، النظام السياسي في مصر أيضا يعيش أزمة خانقة من الناحية الاقتصادية، أهم مميزاتها هو تدهور العملة المصرية، بالإضافة إلى السودان التي تعاني الحصار الاقتصادي والسياسي منذ لفترات طويلة. إذن ما يمكن أن نلخص به هذا الواقع اليوم في هذه على الرقعة العربية، وهو أن في ظل كما كان يقول أفلاطون الطبيعة تخشى الفراغ، في ظل غياب مشروع عربي يستحق فعلا أن يحمل هذا العنوان، تسابقت المشاريع الإقليمية سواء الإيرانية والتركية أو المشاريع الدولية، والمشاريع الدولية بدأت من اتفاقية سايكس بيكو على أساس تقسيم الخارطة العربية إلى دويلات للنفوذ الاستعماري، ثم تطورت بعد استقلال هذه الدول إلى نفوذ سياسي ونفوذ اقتصادي وثقافي. إلى هل هي سايكس بيكو جديدة الآن؟ هي سايكس بيكو جديدة، ولكن بلاعبين جدد، فيهم لاعبين قدماء مثل بريطانيا وفرنسا التي لا زالت متواجدة على الأرض في العراق، في سوريا، في ليبيا كما تبدي ذلك جميع التقارير، وبلاعبين جدد قدماء هي روسيا، لأن روسيا كانت طرفا ثالثا في اتفاقية سايكس بيكو، وهي التي فضحت هذه الاتفاقية بعد الثورة البولشوفية سنة 1917، وبلاعبين آخرين وهم الولايات المتحدة الأمريكية التي دخلت المنطقة منذ 1945 اتفاقية، لأن المشروع الأمريكي كما لنعود إلى المشاريع، هناك المشروع الأمريكي الذي بدأ من أجل استغلال أو التحكم في شرايين الطاقة العالمية انطلاقا من التحكم في الجزيرة العربية وطاقاتها النفطية، منذ اللقاء المعروف على سفينة كوينسي ما بين الملك عبد العزيز رحمه الله وما بين الرئيس روزفلت، ثم المشروع الروسي الذي يحاول اليوم بالإضافة إلى عودته إلى أماكنه، أماكن نفوذه في سوريا وليبيا التي كانت على العهد السوفيتي، يحاول اليوم التحكم في تزويد أو في خطوط ونقل الأنابيب والغاز، دائما مشكل الطاقة يعود من جديد التي الموجهة نحو أوروبا انطلاقا من قطر، كان هناك مشروع ضخم للغاز القطري الموجه نحو أوروبا وكان سيمر عبر الأراضي السورية، وكان هناك مشروع آخر من أذربيجان وآسيا الوسطى سيمر نحو أوروبا أيضا يتقاطع في سوريا. فروسيا اليوم هي بالإضافة إلى مصالحها المباشرة والقواعد العسكرية والنفوذ الجيوبوليتيكي المرتبط بالأزمة الأوكرانية، هنالك مصالح اقتصادية ضخمة للتحكم في طرق الغاز والطاقة، بالإضافة طبعا إلى المشروع الإيراني الذي في غفلة من العالم العربي، يعني مشروع التمدد اليوم في الإيراني في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي وفي وفي, وفي بقية الدول المنطقة وفي لبنان من قبل ذلك، ليس وليد اليوم، اليوم فقط الثورات العربية وما حدث من انهيار أبرز هذا المشروع، هو مشروع له 30 سنة كانت تشتغل في العمق الدولة الإيرانية للتغلغل ثقافيا وعلميا من خلال المنح للطلبة، من خلال مراكز الدراسات، من خلال نشر المجلات الفكرية من عاصمة الثقافة العربية بيروت، من خلال تواجدها وتفريخها للتنظيمات، ومن خلال حتى استقطابها الطائفي لبعض الشعوب التي لم تكن معروفة فيها التشيع مثل حالة المغرب، حيث تقدر بعض المراكز الدراسات العدد المتشيعين المغاربة في بلجيكا حوالي 20,000 مغربي، وهو رقم خطير جدا. إذن أمام غياب المشروع العربي طبيعي أن يصبح العالم العربي مسرحا للحروب، حروب كل المشاريع الإقليمية والدولية. إذن أستاذ العجلاوي، ما هي الحلقة المفرغة التي وقعنا فيها والتي كانت من أهم الأسباب التي أضعفت الدور في حل القضايا العربية كالأزمة في اليمن وسوريا والعراق وليبيا؟ أعود بك إلى رسالة وزارة الخارجية إلى رؤساء الدول العربية وأمراء وملوك الدول العربية حول طلب المغرب إرجاء حقه في تنظيم القمة 27 التي انعقدت في نواكشوط. تماما. ثم خطاب الملك أيضا إلى القمة 27 بين نواكشوط، ثم خطاب الملك في الرياض فتحت نقاشا جديدا في الرأي داخل الرأي العام العربي. في هذه الرسائل الملك تساءل هل يمكن أن نعطي انطباعا للمواطن العربي، وجاءت كلمة المواطن العربي كثيرا
في كلمات رسالة الملك وأيضا في عدد من بلاغات وزارة الخارجية. في بلاغ وزارة الخارجية أستاذ العجلاوي، العالم العربي يمر بمرحلة عصيبة، بل أنها ساعة الصدق والحقيقة التي لا يمكن فيها لقادة الدول العربية الاكتفاء بمجرد القيام مرة أخرى بالتشخيص المرير لواقع انقسامات والخلافات دون تقديم الإجابات الجماعية الحاسمة لمواجهة هذا الوضع. بالتأكيد، فإذا لا يمكن أن نعطي انطباعا بأن الوضع جيد. أصلا كان الإشكال قبل 2011 من خلال ما يجمع دول العالم، ويجب أن نستعمل هذا المصطلح، دول العالم العربي، وهو أنه الجامعة العربية شاخت، ترهلت، لم تعد تقوم بواجبها كما كانت على الأقل في بداية عندما تأسست في العام 1945. الجامعة العربية لم تعد تقوم بهذا الدور، ثم جاء ما جاء في 2011. الآن نحن أمام إشكالين، إشكال أفقي بمعنى العلاقات بين الدول العربية التي ساءت كما قال الأستاذ نور الدين أنها ساءت في كثير من الأحيان على جميع المستويات، ثم المستوى العمودي على مستوى الدول. هل تعتقد سي إبراهيم أن سوريا ستعود كما كانت؟ هل تعتقد أن العراق ستعود كما كانت؟ هل تعتقد أنه في لبنان، رغم أن في ديمقراطية الطوائف، أن في لبنان انتظرنا أكثر من سنتين ليتم هناك اتفاق بين طوائف متعددة، ديمقراطية الطوائف حول رئيس الجمهورية، حول رئاسة الجمهورية ثم تعيين رئيس الوزراء؟ هل يمكن أن نعتقد يوما أن ما يجري في اليمن يمكن أن يؤدي إلى مجتمع جديد؟ إذن هناك إشكالات الآن زادت، كان هناك إشكال أفقي التعامل بين الدول العربية. الآن نحن أمام انهيار كما قال الأستاذ نور الدين، انهيار عدد من الدول. كيفيات مساعدة هذه الدول على النهوض، ربما هذا هو مطروح ربما من ضمن نقاط الضوء في القمة المقبلة، كيفية مساعدة هذه الدول على النهوض. هناك تقسيم جديد، هناك خريطة سيسبيكو جديدة، هناك دول ستظهر. لن يقول أحد أن الدول الغربية لن تساعد الأكراد على إقامة دولتهم. أين حدود هذه الدولة؟ هناك من المتفائل الذي يقول شمال العراق، وهناك من يقول ربما تنتهي في شمال سوريا. فإذا هناك إشكالات كثيرة، هناك إثنيات، كيفية تدبير هذه الإشكالات على مستوى أفقي. أنا أعتقد أنه سبيل واحد وواحد فقط، وهو مسألة الثقة والتوافقات، البحث عن مرحلة جديدة يمكن لهذه المجتمعات في العراق، في سوريا، في اليمن، أن نبحث عن التوافقات وليس الانتصارات. لأن في هذه الدول المنتصر منهزم كيفما كانت انتصاراته. والآن لكي استرجاع، طرحنا منذ قليل استرجاع القرار، كيفية استرجاع القرار؟ وأن نساعد هذه الدول أولا على النهوض من هذه الكبوة، ثم بعد ذلك أن نبحث عن تلك العلاقات الأفقية بين الدول. هذا سيتطلب زمنا طويلا. الإشكال الكبير في ظل هذه الانقسامات، هذه الفوضى التي لم تعد خلاقة، في ظل هذه الشرذمة وهذه الفسيفساء في التعبيرات الإثنية والمذهبية، في ظل تدخل إقليمي بالخصوص إيراني وتركي، في ظل أيضا حضور الدور روسي، الدور التركي دور جديد، دور وأيضا بدور جديد، يعني تأقلم مع الوضع، مع العلاقات بين تركيا وأمريكا، ثم التقرب التركي نحو روسيا. روسيا الآن هي المقرر الوحيد، ليس في الشرق الأوسط، بل شاهدنا أنها الآن تقرر حتى في البيت الأبيض وفي انتخابات الفرنسية، وأيضا ربما يقال في انتخابات ألمانيا. فروسيا أصبحت فاعل قوي. إذن كيف يسترجع هذا القرار على مستوى العالم العربي؟ المسألة ليست سهلة، ستتطلب زمن طويلا، ولكن يجب أن نبدأ أولا بزرع الثقة بين على المستوى الأفقي بين الدول العربية، لأن هناك الآن خلافات بين كل دولة ودولة، هناك سور وخنادق وجيوش ومراقبة كاميرات وأشياء متعددة، يجب إعادة الثقة وحدود مغلقة يجب إعادة الثقة بين الدول العربية. ثم بعد ذلك يجب خلق ما يمكن نسميه بالفرنسية نواة صلبة. السعودية حاولت بعد 2011 أن تخلق تلك النواة الصلبة
من انطلاقا من دول الخليج الذي ايضا حتى مجلس التعاون الخارجي يجب ان يعاد فيه النظر نحو اتحاد دول الخليج العربي. حاولت السعوديه مثلا ان تخلق نوعا من جسر بين دول الخليج ومصر ثم الاردن والمغرب، لكن الاستراتيجيه الانفراديه لمصر اخرج او اضعف هذا المحور، فبالتالي الان هناك الحديث كذلك عن اعاده محور بناء جديد. في رسالته الى قمه نواكشوط العالي المغربي قال بان هناك الان نبه الى المخاطر الداخليه والخارجيه التي تستهدف تقسيم البلدان العربيه، وقال انه لا مجال لاعطاء دروس وتسابق نحو افضل القراءات، بل هو ترسيخ الوعي الجماعي بحتميه الاتحاد من اجل الدفاع عن كسب الرهان الحضاري المتمثل في بناء الدوله العصريه المبنيه على المواطنه والحق والقانون والتشبث بالوحده الترابيه والسياده الوطنيه. الحال كما ذكرت قبل أنا أتفق مع الأستاذ نور الدين في مسألة عندما قال لا يوجد هناك يعني أن يعود القرار عربي وإلى آخره. بالعكس أنا أعتقد عندما اعتذر المغرب في العام 2016 عن استضافة القمة العربية رقم 27 وقتها وذهب الدور إلى موريتانيا، هذا كان قرار جريء أن يخرج قائد عربي على لسان وزارة الخارجية المغربية ويقول للعالم العربي وللعالم بطبيعة الحال لن أنظم على أرضي قمة لن تخرج مسبقا بقرارات حاسمة سواء اتفقنا أو لم نتفق أو بأغلبية أو بثلث التصويت. هذا قرار جريء عندما قرر الخليج والمغرب أن يرسل عاصفة الحزم إلى اليمن لإنقاذ الشرعية، هذا كان قرار جريء. قبل عدة سنوات مر على العالم العربي، قبل سنوات الربيع العربي، فترة لم تكن أي دولة عربية تتحرك، مع أنه ميثاق جامعة الدول العربية واضح في أنه يحق للدول بناء على طلب دولة عربية معينة أن تتدخل عسكريا. الدفاع المشترك. أيضا عندما تحدث الملك في خطابه الموجه إلى القمة العربية في موريتانيا قال لهم بصريح العبارة أن وصلنا إلى مرحلة أصبح الولاء في العالم العربي إلى الحي والحارة والشارع والطوائف ولاؤها إلى الخارج. إذن هل تنتظر جميع الدول العربية أن يصلح الله ويهدي حال بعض شعوب الدول العربية لكي تقرر أن لا يكون وآلاءها إلى روسيا وإيران وإلى آخره من الدول وتركيا؟ حتى اليوم أصبحنا نرى يعني لافتات في لبنان وغير دول ترفع تقديسا وتمجيدا بأنظمة يعني ليست عربية ولا تبط ولا تجمعنا بها إلا ربما تاريخ الاستعمار ليس فقط. يعني هل تنتظر بعض الدول العربية الجادة في خدمتها القضايا العربية كالمغرب والخليج ومصر في كثير من الأحيان، هل تنتظر أن ينهض الجميع حتى نقوم بالمبادرات؟ هذا ما قاله الملك بشكل صريح في خطابه إلى القمة، لن ننتظر سنقوم بالمبادرات، وفعلا قام بالمبادرات، ليس فقط أيضا لا ننسى التحالف الإسلامي ضد الإرهاب والتطرف، أيضا شاركت فيه عدد كبير من الدول العربية، أيضا خطابات الملك بشكل مستمر إلى العالم الأوروبي والعالم بشكل عام حول مسألة الاعتدال وأن الرجوع إلى أساس الدين الإسلامي الذي هو دين يصدر قيم التسامح وليس قيم الإرهاب، وأيضا الملك ذكر في وقتها أننا كيف أننا لا نضع كعرب وكسكان المنطقة العربية، لأن الهوية الأمازيغية هوية يعني لها جذورها ولها وجودها في المنطقة شمال أفريقيا، كيف لا نضع آليات لمحاربة التطرف والإرهاب ونحن المصدر والهدف؟ كيف نحن المصدر؟ لأنهم يقولون أننا نحن من نصدر الإرهاب، مع أنه أغلب الذين يفجرون في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية يفجرون وهم قد ولدوا على أراضي ليست عربية وتربوا فيها بغض النظر عن من أين وصل لهم هذا الفكر التطرف. وأيضا نحن الهدف، لماذا؟ لأنه يرسلون إلينا أشخاص من هوية أو من أصول عربية لكنهم يحملون جنسيات أوروبية ليفجروا على الأراضي العربية فيقولوا هذا فجر في أرض هو لديه مواقف منها. أيضا في مسألة الحيثيات الوضع العربي اليوم، عندما نجد نقطة الاقتصاد هي نقطة مهمة، لماذا نجد اليوم تعاون الخليج وبشكل أساسي الإمارات والسعودية مع مصر؟ المحور الأساسي ما هو؟ الخليج عندما توجه في الاستثمارات إلى مصر كان يعرف مسبقا علاقة مصر بدول غرب أفريقيا، وأن اليوم الخليج كمستثمر هو لا ينظر إلى الجيل الأول من الاستثمار الذي هو الخدمات المالية والبنكية، بل إلى الجيل الثاني، البنية التحتية، الكهرباء، الطاقة البديلة. نفس الأمر اليوم طموح المغرب
المغربي الذي ليس عمره، البعض يظن أن الطموح المغربي في أفريقيا وهذه خدمة المغرب للدول الأفريقية عمره من 2016 أو 2015. لا يمكن أن يفتتح الملك كل هذه المشاريع في أفريقيا وتكون هي وليدة عام أو عامين، بل هي وليدة استراتيجية تعود إلى أكثر من عشر سنوات. لذلك يحق اليوم للدولة العربية تماماً. بطبيعة الحال هذا التوجه اليوم أنا أرى أنه كثير من الدول العربية، كي لا نعمم ونظلم بعض الدول العربية الجادة في عملها وخدمتها للقضايا العربية ولغير القضايا العربية وللجوار، لا يجب أن نعمم أن جميع العرب اليوم يسكتون وليس لديهم قرار، ولكن أن يكون قرار موحد صعب، لأنه نحن لدينا اليوم ما يسمى بالفاعلين من غير الدول non state actors، مثلا الأحزاب والميليشيات في المنطقة العربية. هذه يستحيل أن تسمح لنظام الدولة التي توجد فيها بأن يكون ولاءها لقضية عربية موحدة، لأن لديها ولاءات للخارج بسبب الطائفة أو العرق أحيانا كثيرة. وأيضا لماذا اليوم سيقال هل فقط يعني هناك يعني هل نحن نخوم بعض العرب أو بعض سكان المنطقة لأن ولائهم للخارج؟ لا، حتى أحيانا الخارج يلعب بهذه الأوراق في الداخل كي يبقى له يد فيما يخص استثماراته ومصالحه التاريخية في المنطقة العربية. وأيضا العرب اليوم نحن نرجوهم أن يكون لديهم قرار سياسي موحد، ولكن هم حتى القرار الاقتصادي ضعيف. يعني الحواجز الجمركية بين العرب، المبادلات التجارية، يعني نرى أن العرب عندما يتفقون على المواضيع الخفيفة اللايت بين مزدوجين، المرأة، الشباب، الطفولة إلى آخره. ولكن وحتى يعني بعض المفكرين للأسف العرب والمثقفين عندما تسألهم يقول لك جميعا أخوة، ولكن إذا سألته عن قضية مصيرية معينة تخص وحدة أرضك عندها سيدافع عن دولته حتى لو كانت دولته تكيد المكائد. للمتابعة بعد هذا الفاصل. أهلا بكم في الجزء الثاني من سؤال الساعة، وسؤال هذه الحلقة يتمحور حول القمة العربية التي تطرح عليها أسئلة جديدة قديمة وسط ظروف بالغة الحساسية يمر بها العالم العربي وواقع مؤلم يفرض نفسه على الجميع. فما الذي ستحمله هذه القمة، وما هو التوجه الذي سيأخذه العمل العربي المشترك الذي هو في حاجة إلى وقفة مراجعة حقيقية والإحاطة بمختلف جوانبه؟ نستضيف الأستاذ مساوي العجلاوي الخبير في الشؤون الاستراتيجية العربية والأفريقية، والأستاذ الباحث بمعهد الدراسات الأفريقية بالرباط، والأستاذ رويدة مروة الإعلامية والناشطة اللبنانية ومديرة المركز الدولي للتنمية والتدريب وحل النزاعات، والأستاذ أحمد نور الدين الباحث المختص في الشؤون المغاربية والعربية. تقريبا على ما قالته الأستاذة رويدة، نتحدث عن النظام العربي بصفة عامة الذي يبدو الآن أنه بصيغته الحالية قد انتهى. نعم. وكانت هناك الكثير من الدعوات إلى إقامة نظام عربي جديد. نعم. وعطفا على ما قالت الأستاذ رويدة وما قاله الأستاذ المساوي، وهو أن هذه الجامعة العربية التي هي الوجه الأبرز لهذه المنظومة والنظام العربي قد شاخت، عمرها الآن 71 أو 73 حسب بداية المفاوضات حول تأسيسها سنة 43 أو تأسيس سنة 45. هذه السيدة الشائخة اليوم يجب أن نرحمها وأن نسلم مهامها لحفيدتها تكون بحيوية وبدماء جديدة تعطي لهذا العالم العربي. أبرز ما يمكن أن نصور به العجز داخل المنظومة العربية هو ما عبر عنه جلالة الملك في الخطاب الموجه للقمة الإفريقية، القمة المغربية الخليجية، حينما تحدث عنها خطاب الرياض الشهير الذي حمل خطابات قوية جدا ورسائل قوية، تحدث على أن أكبر تحدي تواجهه الدول العربية هو تحدي التنمية. وفي الرسالة الموجهة إلى القمة 27 في موريتانيا تحدث كثيرا واستغرق عن المواطنة والمواطن. من هذين المجالين يمكن أن نستخرج برنامجا عمليا لنظام عربي جديد يرتكز على ركيزتين أو ثلاثة. الركيزة الأولى هي التي تحدثت عن المواطنة وعن الديمقراطية وعن دولة الحق والقانون التي هي الجواب الديمقراطية، التسريع بالانتقال الديمقراطي في البلدان العربية التي لا زالت لم تنهار وداخل المنظومة العربية الجامعة العربية إن أريد لها أن تتغير وتغير جلدها، لأن الديمقراطية هي صمام الأمان لكل الانحدارات التي يمكن أن تسقط فيها الدول العربية من حروب طائفية، لأن في دولة ديمقراطية فيها الحق والقانون المواطن مهما تعددت الطوائف
ومهما تعددت الإثنيات سيجد كرامته وسيجد نفسه يعبر وله إمكانية التعبير والمشاركة. يعني نتحدث عندها عن المواطن، عن المواطنة، يجد نفسه مثل على قدم المساواة مع جميع مواطني مهما تعددت الإثنيات ومهما تعددت الطوائف. ثم هنالك الركيزة الثانية وهي الاقتصادية. القمم العربية الـ27 الماضية قبل أن تصبح دورية سنة 2001 كانت يعني كلها قمم بما فيها هذه الدورية بجدول عمل وبجدول أعمال واحد، وهو دراسة الأزمات. بدأنا بالأزمات الأولى عند التأسيس سنة 45 المطالبة بالتحرير. في البداية كان برنامجا طموحا لتوحيد الدول تحت قيادة دول مثلا الهلال الخصيب تحت قيادة موحدة للشريف حسين أو لأبناء أو لأحد أبنائه. ثم بعدها تطورت المطالبة بتحرير من الاستقلال عن الاستعمار، ولكن فيما بعد ذلك أصبح الجدول يتضمن الأزمات: الأزمة الفلسطينية، الأزمة اللبنانية بعد اجتياح لبنان سنة 82، الأزمة العراقية، الأزمة السودانية، الأزمة الليبية، أزمة لوكيربي قبل أن نصل إلى الأزمة الحالية، ثم الآن أزمة معناها أن جدول الأعمال لم يكن أبدا يتضمن الآن هناك أزمات. أزمات لم يكن أبدا يتضمن برنامجا للنمو الاقتصادي، للتنمية الاقتصادية الشاملة، برغم أن هناك مجلس اقتصادي واجتماعي يجتمع قبل القمة. وحتى هذا المجلس يعني ولد ميتا سنة 2001 في قمة القاهرة سنة 2001 ولد هذا المجلس الاقتصادي العربي، ولكنه بغير صلاحيات ولم يعطنا أي نتيجة على أرض الواقع. ولكن هذا المشترك يجد حلين في الركيزة الديمقراطية وفي الركيزة الاقتصادية، بالأضافة طبعا بما أننا في وضعية استعجالية خطيرة ركيزة أمنية لمواجهة، وهي النواة المشكلة من دول الخليج والمغرب والأردن لمواجهة التحديات المباشرة الآنية والمستعجلة. وضعية استعجالية، الأردن الآن يعلق أمانا على تحقيق القمة العربية القادمة حدا من التوافق بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية. دعني شيء من التعقيب فقط. تفضل سبراين. تفضل لك صدر الرحب. تفضل. الإشكال المستقبلي بالنسبة لدول العالم العربي هو شمال إفريقيا. شمال إفريقيا هناك إشكال كبير، هو ليبيا الذي تحول إلى ثقب أسود يغرق جميع دول دول المنطقة. الآن آخر الأخبار أن روسيا تستقر في ليبيا، ربما المراهنة على حفتر المدعم من ليبيا من مصر روسيا. التي ربما كانت تحاول منذ مؤتمر القاهرة في 26 في القاهرة قوة إقليمية عربية، يتخوف الجميع من أن تبدأ أول عملية من ليبيا، ولذلك هناك تخوفات. الآن روسيا تستقر في ليبيا، هل ستعيد روسيا؟ لكن فرنسا موجودة كذلك في ليبيا، في ليبيا، في شرق ليبيا أيضا أدران، لأن هناك صفقة الرافال إلى مصر. نعم. لا يجب أن ننسى هذا. هل تعيد روسيا سيناريو سوريا في ليبيا؟ هذا هو السؤال المطروح. ثم إشكال آخر لا أحد يعرفه اليوم، أين سيتجه النظام المغلق في الجزائر؟ لا أحد يعرف الآن بالنسبة لدول العالم العربي، لا أحد يعرف أين هي حدود العالم العربي. هناك إشكال آخر إضافة إلى ما قلت وسأنهي به، وهو مسألة الشباب. هناك الآن أكثر من 105 مليون من الشباب من فئة 15-25 سنة في دول العالم العربي. هؤلاء يتركزون في المدن، في الحواضر الكبرى، يستعملون وسائل الاتصال الاجتماعي، لكنهم مهمشون. ونعطي نموذج للتجربة الآن الرائدة في العالم العربي، وهي التجربة التونسية في الانتخابات الأخيرة. الذين صوتوا على السبسي وتطرف الشياسي بايم أنهم أكثر من 45 سنة والنساء فقط. الشباب تراجع في تونس، وهو الذي يشكل الآن حطب للحركات الجهادية. نصل إلى سؤالك، ما هو المنتظر من القمة 28 التي ستعقد الأربعاء المقبل في عمان؟ أنا أعتقد الحديث الجميع يتحدث عن مفاجآت، الجميع يتحدث عن مشاريع ربما جريئة حول تحاول التهدئة والاستقرار، ولكن ربما إن كانت هذه القمة ستنجح الأساس فيها هو إيقاف العربدة الإسرائيلية. الآن على كل مواطني دول العالم العربي مهما كانت ديانتهم،
مهما كانت إثنيتهم، مهما كان لون البلاد التي يدافعون عنها، لون العلم الذي يدافعون عنه، هناك عربدة إسرائيلية، هناك عملية تهويد القدس، هناك سؤال كبير أمام الجميع، كنت مواطنا أو مسؤولا في أي بلد عربي، الآن ما العمل تجاه العربدة الإسرائيلية؟ خصوصا وأن اليمين المتطرف والمستقر، اليمين الإسرائيلي المتطرف والمستقر في دفة الحكم في إسرائيل، وزاد الطين بلة وصول ترامب إلى رئاسة الحكم، إلى الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يريد أن يطبق أحد قراراته نقل العاصمة من تل أبيب إلى القدس، وهذا أخطر ما يمكن، لأن الفلسطينيين ربما تحدثنا عن الجامعة العربية التي شاخت، ولكن الفلسطينيين هناك أجيال وأجيال كانوا ينتظرون من القومية العربية ولم تفعل القومية العربية شيء، وجاءت التيارات الإسلامية ولم تفعل شيء، ربما الآن على الأقل إنقاذ ما يمكن إنقاذه. أستاذ رويدة، يسجل الآن تركيز سياسي وإعلامي لافت إلى حد ما على قمة عمان، ما يعطي الانطباع بأنها قد تكون مختلفة عن سابقتها. نعم، أنه قبل أيام قليلة يعني الأمين عام السيد أبو الغيد قال بأن الجميع ينتظر قرار حاسم سيخوى مهم سيخرج عن الجامعة العربية. لا أحد يعرف هل سيرتبط بالملف السوري أو سيرتبط بالملف اليمني أو حتى بالملف الليبي أو العراقي، خاصة اليوم أنه أصبحنا نسمع على مفاوضات وزيارات ولقاءات بين الجانب السعودي والجانب العراقي، وأيضا لأنه هذه القمة تتميز بشيء بأنه تم دعوة أطراف خارجية معنية بالملفات العربية أبرزها روسيا، يعني بمعنى القائمين على هذه القمة وتحديدا الجانب الأردني قالها صريحة لبعض الأنظمة في العالم، إذا كنتم معنيين يا أخي بكل الأحوال بالملف العربي تعالوا احضروا معنا القمة وخلي كل شيء يكون على المكشوف، يعني لما يستمر الضحك على الدكون كما يقال. أيضا الأمين العام للأمم المتحدة سيزور الأردن على هامش القمة، وبشكل رئيسي يعني نحن نعرف الأمم المتحدة ستهتم بالملف السوري، ملف اللاجئين وملف ثقل كبير على الأردن جغرافيا وحدوديا وماديا وإنسانيا، ولكن أيضا يعني مسألة المرجو، يعني اليوم أعود لنفس النقطة أنه من تدخل لعودة الحوار بين الأطراف الليبية المتصارعة؟ المغرب، يعني وجدنا دولة أوصلت إلى اتفاق تاريخ اتفاق الاستخيرات. أيضا اليوم مثلا الخليج كيف يحق مثلا لبعض الأنظمة العربية مثلا النظام السوري أن يخرج ويقول نحتاج إلى موقف صارم في القضية الفلسطينية وهو يقتل شعبه، يعني واحد رايح يحاضر على الاحتلال الصهيوني بقتل الفلسطينيين وتهويد القدس وإلى آخره وهو يقتل في أرضه. أيضا مثلا مسألة الخليج، دائما يعني مثلا الخليج لا يمكن أن ينكر أحد أنه كان راعي لاتفاق الطائف مثلا واتفاق الدوحة في لبنان والكثير من المفاصل اللي كان فيها تهدئة بين الأطراف اللبنانية المتصارعة، ولكن في وقت معين بعض الأطراف مثلا في لبنان أو في خارجه تشتم السعودية أو الخليج عندما يطلب منها أو لتحريك يعني كيف يمكن أن ننسى بهذه السهولة؟ يعني الدول العربية اليوم بعض الميليشيات والأحزاب والجهاد إلى آخره تشتم بعضها البعض، ثم نأتي في القمة العربية ونقول نريد بسحر معين أن نخرج بقرارات عربية مشتركة، هذا أمر يعني صعب بشكل كبير. وأيضا يعني دائما الجميع مثلا مسألة التدخل الإيراني، حتى التدخل الإيراني اللي هو سافر ومعلن حتى هذا مختلفين عليه، يعني حتى شهد هذا الموضوع بالاجتماع البرلماني العرب مؤخرا يعني قبل كم يوم بالرباط، حتى انقسم وكان البعض معترض على أنه خلينا نصدر إما بيانين أو بيان يعني أبيض ورمادي بالأحرى، لا أبيض ولا أسود، يعني لا لون له ولا 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 طعم. أيضا مثلا مسألة أنه اليوم كيف يمكن أن نحقق قرارات عربية قوية وتنبثق هيئات عربية، هيئات عمل عربية مشتركة جديدة مثلا، وأنت لديك نظام جار مثل الجزائر يطرد اللاجئين السوريين ويرسلهم إلى المغرب يتكفل بها المغرب وحده، وفي نفس الوقت يخرج النظام الجزائري وبعض من يؤيدوه في الخارج ويتغنوا بأنهم وحدهم من يدافعون عن فلسطين، في الوقت الذي أول مستشفى ميداني كان في غزة عندما كانت منكوبة غزة كان مغربي. يعني نحن نحاضر على بعضنا كأنظمة عربية وشعوب ثم نقول لماذا العرب لا نتفق؟ يعني كيف يمكن لرئيس دولة عربية أن يكون نظام دولة عربية شتمه بالأمس وقلل من 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 مبادراته الطيبة ثم يأتي ويقول أنا سأخرج بما يعني يفيد العرب جميعا؟ يعني المثالية صعبة. أستاذ نور الدين، إذن هناك تركيز على القمة نظرا لحالة الجمود وانسداد الأفق حاليا في
العالم العربي. نعم، هو بالعودة إلى جدول أعمال القمة المعلن عنها من طرف مثل فضلت الأستاذة رويدة من قبل السيد أبو الغيط الأمين العام، 16 بند، ولكن أخطر بندين. هناك البند قضية الفلسطينية لأنها تعيش مثل ما تفضل الأستاذ المساوي منعطفا خطيرا مع الولايات المتحدة التي أحببنا أم كرهنا تبقى هي القوة العظمى في العالم أو القوة الأعظم في العالم التي تفرض شروطها على العالم، وهي الآن أنكرت حل الدولتين وهو ما سيدفع إلى مزيد من الاحتقان، وهو عمليا سيتكرس من خلال نقل السفارة إلى القدس. هناك النقطة الثانية وهي الآن التركيز مع الأسف، وهذا يشكل خطرا ماحقا على المملكة العربية السعودية ودول الخليج بصفة عامة، أن الآن ربما ستصبح هي البؤرة المتجهة إليها توسع أو تمدد هذا الصراع الطائفي الذي أحرق العراق وسوريا في المرحلة القادمة، وبوادره هي ما يجري في اليمن. وهذا أيضا بند مطروح على الخطر الإيراني والتمدد الحرب الطائفية في هذه المنطقة. ولكن حتى نكون واقعيين، بالنسبة لي أنا لا أنتظر شيئا من القمة، وإن كنت دائما أنا متفائل ولا يمكن أن نعيش في الحياة دون أن نتفائل، ولكن الملفات الحارقة كلها خارج اليد العربية. الملف السوري في الأمم المتحدة، الملف العراقي في الأمم المتحدة، الملف الليبي في الأمم المتحدة رغم اتفاق أسخيرات، الملف الفلسطيني في الأمم المتحدة، الملف اليمني في الأمم المتحدة. يعني القمة العربية ماذا ستناقش؟ كل الملفات، حتى الملف السوداني في الأمم المتحدة، ملف دارفور أو ملف الجنوب أو ملف الأوضاع الاقتصادية والحصار. إذن ما يمكن أن ننتظره بالنسبة لي في هذه القمة، وهو أن يتم على الأقل إنشاء النواة أو الكتلة الاستراتيجية التي كانت من الدول الثمانية لإعادة بلورة هذا النظام العربي الجديد لإعادة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وعلى سبيل المزاح وأختم بها، يا ليت لو اتخذ فيها قرار واحد في هذه القمة. أولا إعطاء وجه نسوي جديد للأمين للأمانة العامة للجامعة العربية عن طريق السيدة ريما خلف، التي وقفت موقفا بطوليا وقدمت استقالتها من الأمم المتحدة، وبالمناسبة ستكون تغييرا لجنسية الأمين العام، لأن لا يمكن القبول في القرن 21 أن تكون دولة معينة تحتكر الأمانة العامة لمنظمة دولية. أستاذ عجلاوي، أعطت تحركات الملك عبد الله الثاني زيارته المغرب ولقائه بالعاهل المغربي الملك محمد السادس، فضلا عن التحركات التي يقوم بها أحمد أبو الغيط الأمين العام لجميع الدول العربية، زخما أكبر لهذه القمة التي تأمل عمان أن تكون استثنائية بكل المقاييس. نسميها قمة الأمل. قمة الأمل. قمة الأمل انطلاق من الخطاب الملكي على أساس أنه يجب مراجعة كل شيء على مستوى التعامل مع المواطنين في العالم العربي، على مستوى الخطاب، حتى لا يكون خطاب فقط لترديد بأننا أمة واحدة لا مشاكل بيننا، ولكن يجب أن تكون أيضا قمة لمواصفات عملية قادرة على إرسال رسائل سواء للقوى الإقليمية أو الدولية وأيضا حتى للمواطن العربي. أولا إصلاح الجامعة العربية، إن تم إقرار إصلاح الجامعة العربية في القمة 28 سيكون قرار مبشر لعموم دول العالم العربي بأن شيء ما يقع. ثم مسألة ثانية، يجب فتح حوار مع إيران، لأنه إيران أصبحت رقما في المعادلة العربية، كثير من الملفات لا يمكن أن تستمر هكذا دون فتح حوار، ونفتح هذا الحوار بين العرب وبين الإيرانيين للوصول إلى ما يمكن إيصاله. ثم أيضا مسألة خلق، كما هو الحال في إفريقيا، خلق تجمعات إقليمية تكون قادرة على خلق ديناميات محلية. السؤال الذي طرحته السيدة رويدة منذ قليل، مسألة توجه المغرب إلى العمق الإفريقي منذ أكثر من 15 سنة، لأن هناك فراغ على مستوى شمال إفريقيا، هذا الفراغ يزداد حضورا في العمل السياسي. اتحاد المغرب العربي، اتحاد المغرب العربي أنا أسميه دائما المرحوم اتحاد المغرب العربي، لأنه ستين كوكيفيد أيضا. فبالتالي هناك نوع من تفعيل هذه التجمعات الإقليمية، إعادة إصلاح مجلس التعاون الخليجي بشكل جديد نحو مثلا اتحاد دول الخليج العربي، إدخال العراق إلى هذا هي جزء من الخليج، إدخال اليمن، ربما هنا ستخلق ميكانيزمات جديدة. ثم أيضا عدم خلق نوع من القوة الأولى أو المحور أو مركز في العالم العربي، يجب أن نتعامل على أساس أن دول العالم العربي بتجمعات، هذا هو المدخل، كما هو في إفريقيا بتجمعات كبيرة. الاتحاد الإفريقي، دعني أعود للاتحاد الإفريقي، فشل
في كثير من الملفات، في جل الملفات، لكن التجمعات الإقليمية لعبت دور كبير في الحضور وفي حل المشاكل. نفس الشيء المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا، غرب أفريقيا مثلا المغرب الآن يطلب العودة إلى دول مجموعة غرب أفريقيا، الانضمام إلى دولة مجموعة غرب أفريقيا سيخلق مجال جيوسياسي جديد يربط بين المتوسط وخليج غينيا إضافة إلى المحيط الأطلسي بين شمال وغرب أفريقيا. فإذا نحن يجب التعامل بهذا الشكل، خلق تجمعات إقليمية مع إعطاء كل تجمع إقليمي له خصوصياته، الخليج له خصوصياته، شمال غرب أفريقيا له خصوصياته، أيضا دول بعد مثلا العراق، سوريا، الشام كان يسمى قديما الشام، لبنان، فلسطين، أردن وسوريا، يجب التعامل من انطلاقا من هذه. إن استطاعت القمة على الأقل الخروج بمسألة إصلاح الجامعة العربية، فتح حوار مع إيران، ثم المستوى الثالث وهو إرسال رسائل قوية على للولايات المتحدة الأمريكية ولليكود، على أساس أن الأفق العربي فيما يخص الحل الفلسطيني وحل الدولتين، ويجب التهديد بمخطط، وربما هذا ما سيكون مفاجأة إن صح التعبير، سيكون مفاجأة بمعنى أن على الأقل الفلسطينيين أن يشعروا من خلال هذه القمة 28 أن العرب ينظرون إليهم من جديد. أبو الغيط قال بأن هناك توصية خاصة فلسطين ومشروع جديد للتسوية في هذا الإطار. نتمنى. أستاذ الرويد، أيضا أمين عام جامعة الدول العربية أوضح أن القمة ستناقش 16 بندا لتصحيح مسار معالجة الأزمات، وسيصدر عنها إعلان ختامي قصير ذو توجهات محددة. ولكن كي لا أظهر أنني كنت متشائمة، ولكن أنا واقعية، بمعنى طبيعي جدا أن لا تتفق الدول العربية وبعضها اليوم هي دول قوة صاعدة في المنطقة، يعني المغرب في أفريقيا، مصر في أفريقيا، الخليج في آسيا الأخرى، هذه دول اليوم صاعدة وقوية ولها مكانتها، وبعضها اليوم يقف شريكا للغرب الذي كان قبل عدة عقود مستعمر لهذه المنطقة. طبيعي جدا أن لا تتفق كل الدول العربية على ملفات الستاشر بند أو كل القضايا المصرية في العالم العربي، هذا لا يعيب الدول العربية، ولكن ما يعيبها هو أن تقف في التفرقة، أن تتدخل في شؤون الآخرين. يعني اليوم حدود تدخل الجامعة العربية أو أي دولة في شؤون دولة عربية عضو في الجامعة يتوقف عند عدم طلب تلك الدول وعدم رغبتها، ولكن أحيانا عندما يكون هناك شرعية معينة، هناك انقلاب معين، هناك أزمة كبرى إنسانية، ألا تتدخل الجامعة الدول العربية إذا طلب جزء معين من النظام أو إلى آخره لصد انقلابين؟ هنا يحصل التدخل. فبمعنى إذن أنه حتى لو لم يتفق العرب على موقف موحد من هذه من قضية معينة، هذا لا يعيب دائما، ولكن المهم أن يكون هناك مبادرة على أرض الواقع. بالنسبة للبنود القمة العربية، بطبيعة الحال يعني يظهر من طريقة اشتغال الأردن، يعني الآلية التحرك تحرك بها يعني المسؤولون الأردنيين وصولا إلى زيارة العاهل الأردني إلى المغرب، وما قيل عن تسليمه شخصيا دعوة للملك محمد السادس لحضور القمة، يعني يظهر بأن الأردن تريد أن تخرج بشيء، لأن قمة موريتانيا كانت قمة ضعيفة بين مزدوجين بسبب غياب عدد كبير من القادة، وإذا لأنها لم تخرج بشيء جدي، ولأن موريتانيا لم تحضر على ما يبدو لها بشكل كبير. يعني الأردن يريد أن يخرج بشيء، خاصة وأنه جغرافيا على مرمى قريب جدا من المسألة الفلسطينية، الانقسام الحاصل، الجمود الحاصل في مبادرة السلام يعني التي قدمتها السعودية منذ العام 2002، وأيضا مسألة اللاجئين السوريين، وأيضا لأنه حتى الأجندة الأمريكية في عهد تراب تنتظر مقررات هذه القمة. سيزور الرئيس السيسي والملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الله، يعني بمعنى الورقه الفلسطينيه هي ورقه حاليا سيبدا يعني بها بشكل رئيسي العهد الجديد الامريكي تجاه المنطقه العربيه. ولكن كما ذكرت سابقا بانه مسألة وجود الاختلاف في العالم العربي على بعض القضايا، هذا لم يمنع أن بعض الدول العربية اتحدت حول أشياء مهمة، وكان اتحادها قوى، منها مجلس التعاون الخليجي، يعني يدعم بعضه البعض، وأهم دعم هو ما ذكره قبل أشهر قليلة الملك محمد السادس في خطابه إلى القمة المغربية الخليجية في أبريل 2016، عندما قال حلفنا وتحالفنا
مع الخليج أو مع أي دولة في العالم هو ليس بناء على شيء طارئ بمعنى هاجس أمني كما يشاع لدى البعض وكما يكتب البعض بأن الأنظمة الملكية تتحد أو لا، بالعكس، بل هو الواقع الاقتصادي، التعاون الاقتصادي، التعاون الأمني، يعني أشياء أكبر من مجرد هاجس أمني أو 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 أو, أو ظرف طارئ. وأيضا يعني مسألة هناك كان دائما يعني حتى الاتحاد المغاربي عندما تقريبا يعني صدرت شبه نعوة للاتحاد المغاربي، هذا أيضا ما جعل دول كثيرة في أفريقيا تتجه نحو زيارة الدول الأفريقية ونحو شراكات وتعاون اقتصادي. أعود وأقول العامل الاقتصادي يبقى هو الأساس. الوقت يدعونا، كلمة أخيرة أستاذ في الدين. ممكن أن نختم بنبرة إيجابية. سأعود إلى ما قال في الخطاب أن يجب أن نركز على التنمية، وهذه القيمة ما إذا كان أيضا يجب أن تركز على تحصين وحماية وتقوية مناعة دول الخليج في مواجهة المد الإيراني، وأيضا الأردن نفسها لأنها في عين العاصفة، لأن محاط الآن بسياج من الأزمات في سوريا والعراق، فعليهم على الأقل أن يركزوا على هذين الأمرين. أما التغييرات الأخرى فتستلزم وقت في أقل من 30 ثانية. أستاذ العجلاوي، نتمنى أن يكون هناك نوع من الأمل، دائما يجب هناك الأمل، والقادة العرب الملوك والرؤساء والأمراء أن يبعثوا برسائل إلى المواطن العربي الذي جاء غير ما مرة في خطابات الملكية. وأعتقد أنه يجب أن نكون متفائلين. أنا أعتقد أن القمة 28 ستكون إيجابية، على الأقل ستسجل شيء في تاريخ العرب. إذن على إيقاع التفاؤل نختم هذه الحلقة. شكرا على انتباهكم، شكرا لزميلي ظكريف الذي يساعدني في إعداد هذا البرنامج، وللطاقم التقني المشرف على إخراجه. دمتم بخير، وإلى لقاء قادم في سؤال جديد.